اللي في الصورة دي أجمل طفلة في بورسعيد اسمها زينة. أهالي بورسعيد رسموها على الحيطان ومفيش وسيلة إعلام واحدة ما تكلمتش عنها. هنتكلم عن زينة القصة الكاملة. 2013 زينة عايشة مع عيلتها في بورسعيد، وعيلتها اللي كل الناس والجيران والصحاب بيحبوهم جدا لأنهم ناس كريمة وبيعاملوا كل الناس بطريقة كويسة جدا. وللأسف أحيانا بتكون المعاملة الكويسة جدا دي غلط. العيلة دي عندها أبناء غير زينة، لكن زينة اللي كان عندها وقتها 5 سنين كانت في مكانة تانية عند كل العيلة. بنت جميلة وشقية ودمها خفيف، ولما تشوفها تحب تتكلم معاها، وكانت برغم سنها الصغير إلا إنها اجتماعية جدا وبتحب كل الناس، لحد ما يجي اليوم الأصعب عليها وعلى كل أسرتها وكل بورسعيد ومصر. الساعة 9 مساء مدرس خاص يجي لبيت عيلة زينة علشان يدي لأخوها درس خصوصي، ولما المدرس وصل زينة سابت أخوها اللي كانت بتلعب معاه وطلبت من والدتها إنها تخرج تلعب شوية قدام شقتهم مع أولاد خالتها ومع أولاد الجيران، وباب الشقة فضل مفتوح، وده لأن البيت المفروض كله أمان. وبعد شوية الجيران خبطوا على والدة زينة، كانوا عايزين منها ولاعة علشان يستخدموها عندهم في البيت، فوالدة زينة وافقت ودت لزينة الولاعة علشان تدعي له، وهم خدوها علشان زينة كانت عايزة تبص على المولود الجديد اللي كان عند الجيران. وبعد دقايق قليلة زينة قالت لهم انها عايزة ترجع لبيت والدتها تاني علشان عايزة تدخل الحمام. تمر نص ساعة بالظبط وزينة ما دخلتش البيت عندها اصلا، زينة في الواقع اختفت. بنات الجيران يخبطوا على والدة زينة علشان تفتح لهم، وتلاقي البنات بتسأل عن زينة، فالأم تستغرب لأن زينة عندهم، فقالوا لها إن زينة خرجت علشان تجيلك على الشقة. فالأم يجيلها حالة من القلق وتدخل تدور في كل أركان الشقة على اعتبار إن زينة ممكن تكون دخلت الشقة من غير ما والدتها تكون خدت بالها. والدتها تدخل تدور في كل مكان في الشقة لكن مفيش أي أثر لزينة. هم كانوا ساكنين في الدور الثامن، والأم خبطت على كل الشقق اللي في نفس الدور على اعتبار انه احتمال تكون زينة دخلت عند اي شقة فيهم تسلم عليهم، لكنها فشلت انها تلاقيها. وبدأ صوت الأم يعلى وهي بتنده على زينة، ونزلت كل الأدوار وخبطت على الشقق اللي في الأدوار اللي تحتيها علشان تتأكد هي زينة عندهم ولا لا، لكن مفيش اي فايدة. لحد ما وصلت للدور الارضي وكل الجيران تقريبا اتجمعوا مع والدة زينة، لحد ما وصل علاء. ولازم الاول نعرف مين هو علاء. علاء عنده 17 سنة، حارس عقار او بلغتنا الدرجة البواب، وهو قاعد في العمارة شغال مع خاله البواب الاساسي للعمارة، يعني علاء كان بيساعد خاله في خدمة العمارة. الجيران لاحظوا ان علاء وهو بيدور معاه على زينة مرتبك جدا، لكن كلهم تخيلوا ان حالة الارتباك دي عامة بسبب اختفاء زينة، وده لانهم عارفين انها كانت بتحبه وكانت بتهزر معاه كتير وبتتكلم معاه دايما. لحد ما ظهرت واحدة من الجيران بتقول انها سمعت صوت غريب في المنور، الصوت ده كان جامد جدا، فالجيران خافوا يبلغوا والدة زينة بس طلبوا منها انهم يطلعوا على شقتها علشان يتأكدوا من الشبابيك اللي بتبص على المنور. ومجرد ما فتحوا الشبابيك لقوا والدة زينة حاطة حديد على كل الشبابيك، ففكرة ان زينة تقع من الشباك بقت فكرة مستبعدة تماما. فبعدها على طول ظهرت جارة تانية وقالت انها سمعت نفس الصوت بالظبط، ولان الجيران كانوا خايفين وقلقانين على زينة فطلعوا على سطوح العمارة علشان يبصوا على المنور، ولان الساعة كانت 9:30 تقريبا فالدنيا كانت ضلمة جدا فما كانش فيه اي حاجة ظاهرة جوه المنور. لحد ما ظهر جارهم اللي في الدور الخامس واسمه محمود. محمود عنده 17 سنة برضو، كل العمارة والجيران كارهينه بسبب سلوكه الغريب دايما، ده غير طريقته اللي كلها بوادر إجرام، وكل الجيران كانوا حاسين انه ما شافش اي نوع من التربية او الاخلاق. محمود كان واقف جنب والدة زينة والجيران بيدوروا عليها، وكان ظاهر عليه الخوف على زينة جدا، وقال لوالدة زينة
ان في احتمال يكون حد خطف زينة، فمن الافضل انها تمشي من البيت وتطلع على اسم الشرطة علشان تعمل محضر بالاختطاف. وبعدها ظهرت والدة محمود واللي قالت للجيران انها لمحت اتنين شكلهم غريب طالعين العمارة قبل ساعة تقريبا من اختفاء زينة، فاحتمال بنسبة كبيرة يكون الاتنين دول هم اللي عملوا كده. لحد ما علاء اقترح انهم يفتحوا باب المنور ويبصوا جواه، فالجيران يقتنعوا بكلام علاء، واول ما يفتحوا باب المنور كلهم تجيلهم صدمة، يلاقوا زينة مرمية على الارض وفقد الوعي. الجيران ووالدتها ياخدوا زينة بسرعة ويطلعوا على المستشفى في محاولة منهم انهم يلحقوها. في نفس التوقيت ده علاء ومحمود كانوا معاهم في المستشفى، بس الحقيقة هما ما كانوش رايحين علشان يطمنوا على زينة، هما كانوا رايحين علشان يتأكدوا انها ماتت. وبعد دخول زينة المستشفى الفريق الطبي حاول بكل الطرق انه ينقذها، لكن امر ربنا كان فوق كل محاولات الناس وماتت زينة. موتها ما كانش صدمة لأهلها بس، موتها كان صدمة لكل الجيران ولكل أهالي بورسعيد، واللي تحولت على طول لقضية رأي عام، ومفيش حد في مصر ما كانش متعاطف معاها. طفلة عندها 5 سنين إيه اللي يعمل فيها كده؟ بدأ رجال الأمن والمعمل الجنائي في العمل على طول، وكانت كل الشكوك موجهة اتجاه محمود، وده لأن كل الجيران اتكلموا عنه بطريقة مش حلوة وقالوا إن سلوكه مش كويس، وتم استدعاء محمود والتحقيق معاه. وبمجرد ما بدأ التحقيق اعترف على طول ان هو اللي قتل زينة، بس مش لوحده، معاه علاء. علاء اللي شغال بواب وكل العيلة كانت بتعطف عليه، وكانت زينة نفسها بتعامله كويس جدا. وبدأت التحقيقات مع احقر 2 في بورسعيد، علاء ومحمود، واللي اتضح من تقرير الطب الشرعي انهم كانوا بيمارسوا اللواط مع بعض في الغرفة اللي موجودة فوق سطوح نفس العمارة. وفي اعترافاتهم قالوا انهم كانوا مخططين للموضوع ده من قبل كده، وقالوا كمان يوم الجريمة بالظبط حصل ايه. محمود اتفق مع علاء انهم عايزين يعتدوا جنسيا على الطفلة زينة، وانهم عايزين ياخدوها فوق على الغرفة اللي موجودة فوق السطوح، واستغلوا اليوم ده وهي واقفة بره الشقة لوحدها لمدة ثواني. علاء وقف اتكلم معاها، ولأنها كانت بتحبه فما كانتش حاسة معاه بأي خطر، ومشيت معاه خطوتين وبعدها شل حركتها هو ومحمود وشدوها على السلم الجانبي الخاص بالبوابين وطلعوها على سطح العمارة ودخلوا بيها على الغرفة وحاولوا يعتدوا عليها جنسيا أكتر من مرة، لكنه فشلوا تماما. ولما سمعوا أصوات في العمارة عالية وعرفوا إن الناس بتدور على زينة خافوا إنها تفضحهم وتقول هم كانوا عايزين يعملوا معاها إيه. عقلهم كان مخليهم يتخيلوا إن طفلة عندها 5 سنين فاهمة أصلا هم بيعملوا إيه، فعلشان خايفين من الفضيحة فقرروا إنهم يتخلصوا منها، فمسكوها ورموها من المنور ونزلت ميتة أو شبه ميتة. حقيقي أحقر 2 ممكن تسمع عنهم في حياتك، واللي أكد عليهم التهمة كمان إن واحد صديق ليهم من برا العمارة خالص كان طلع لهم السطوح في نفس الوقت ولقاهم الاتنين واقفين مرتبكين جدا، فقال لهم انتوا ازاي موجودين فوق والناس تحت عمالة تدور على زينة. فعلاء طلب منه إن يسكت وإنه ما يقولش إن شافهم فوق خالص. القضية تحولت لقضية رأي عام في ساعتها، وأهالي بورسعيد رسموا زينة على الحيطان وعملوا وقفات احتجاجية في كل الأماكن. وكان الطلب الرئيسي من أهالي بورسعيد ومن وسائل الإعلام إن القضاء ينفذ فيهم حكم الإعدام، ولكن بسبب ثغرة في القانون تخص السن ولأن عندهم 17 سنة فما فيش في القانون حكم للإعدام في السن ده، وده كان عائق في إصدار حكم الإعدام عليهم، برغم إن القاضي في المحكمة قال إن لو ما كانش فيه قانون بيحكمه كان أصدر حكم الإعدام نتيجة للتصرفات الحقيرة اللي هم عملوها، وتم إصدار الحكم عليهم هم الاتنين ب15 سنة سجن أشغال شقة، وده بسبب الثغرة اللي موجودة في القانون. لكن كل أهالي بورسعيد وأهالي من مناطق في محافظات مختلفة عملوا وقفات احتجاجية بيطالبوا فيها بتعديل نص القانون وتنفيذ حكم الإعدام
فيهم، لدرجة ان والد محمود المحترم تبرأ منه قدام ربنا وقدام الشعب، وطالب القاضي انه ينفذ حكم الاعدام في ابنه. زينة صورتها هتفضل محفورة في قلوب كل المصريين، انما الاتنين دول واللي عايزك تركز في وشهم كويس هيفضلوا احقر اتنين ممكن تشوفهم في حياتك. ونصيحة بجد، ما تفتحش باب العلاقات مع كل الناس عادي، وخلي فيه حدود في التعامل مهما كان الإنسان اللي قدامك بيعمل ايه. والنصيحة التانية والأهم، لو حسيت ان في شخص سلوكه مش كويس ابعد عنه فورا وما تتعاملش معاه، لانه غالبا هيكون حقير زي الاتنين اللي اتكلمنا عنهم. طلعت قولولي اختك ماتت ايه يعني؟ سلام عليكم.